النهارده بتشرفنا زوجته الكنديه المصريه بيفرلي موجوده معانا هي وبنتها المستشارين القادمين من الخارج. بروفيسور عبد الحليم كان متابعني على طول على الواتساب، رحتي نيوزيلندا، حضرتي الجنازه، عملتي ايه في كندا، كل الحاجات دي كان على طول بروفيسور عبد الحليم ما بيفوتش عيد الا لما لازم يعيد عليا، فتحيه خاصه ليه وتحيه خاصه لزوجته ولابنته وربنا يرحمه. مايكل فريد من الشباب المصريين في الولايات المتحدة، 28 سنة، الولد درس هندسة ميكانيكا في جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقى أن الوجبات اللي بتقدم في الجامعة وجبات يعني غالية باهظة الثمن وفي نفس الوقت ما هيش صحية. اتفق مع 2 أو 3 من زملائه وعملوا آلة ميكانيكية إلكترونية بتصنع الوجبات الساخنة والصحية تحت اسم سبايس، وفتحوا هذا المشروع في بوسطن، وتم اختيار مايكل فريد في مجلة فوربس لعام 2019 من أكثر الشباب اللي تأثيرا في فئة الأغذية والمشروبات. زيه زي عمر الخواجة أيضا 28 سنة في المملكة المتحدة، درس البيزنس في كينجز كوليدج ودخل في مجال الاستثمار العقاري واشترى شركة فور وينترز اللي بيها فتح أفرع في مصر وطبعا في الخارج، وابتدى يشغل عمالة مصرية ويفتح بيوت، كله علشان زي ما قلت لحضراتكم البذرة اللي موجودة في كل قلب من قلوب المصريين في الداخل وفي الخارج. شبابنا في الخارج شباب يفرح، وايضا شبابنا في الداخل شباب يفرح. انا الاسبوع الماضي كنت بشارك في مؤتمر هيا بنا نصلي في جنوب سيناء، وانا كنت قاعده في الدير، وبعد انتهاء الفعاليات كنت راجعه بالعربيه بالليل علشان ابات، ارجع تاني ابات، وكنت ببص وانا في العربيه لمنظر الجبال في الضلمه، وانا ببص على الجبال شفت كمين في منتصف الجبل فوق في جندي تقريبا في سن مايكل وفي سن عمر. هذا المجند قاعد في الضلمه في البرد، مفيش تليفون حواليه، مفيش حد يكلمه، قاعد بس عشان يحمي البلد. فزي ما عندنا شباب في الخارج، عندنا ايضا شباب في الداخل رافع اسم مصر بيحمي الدوله المصريه ودايما على هبة الاستعداد للدفاع عنها. الشعب المصري دايما القياده السياسيه بترجع الفضل للشعب المصري في كل الانتصارات وفي كل التحديات اللي احنا تغلبنا عليها، دايما القياده السياسيه بتقول ده الشعب المصري هو اللي صبر، هو اللي تجلد، هو اللي تحمل الصعاب، عشان كده احنا موجودين في مصر حتى الان. الشعب المصري مش بس شعب مؤمن وشعب ايجاد، انما هو شعب مضياف وشعب كريم وشعب دمه خفيف وشعب بيحب بلده. عمرك ما هتشوف في الخارج وحضرتك عربيتك عطلانه حد يوقف لك على الكوبري عشان يشوف عربيتك مالها، ولا حد هيخبط لك على الازاز ويقول لك تانك البنزين مفتوح، او ما تنساش تقفل النور لانه انت سايبه. مع اعترافي بالخطا، انما عمر ما حضرتك هتشوف في الخارج اتوبيس هيقف عشان مواطن وهو مش في محطته. عمرك ما هتشوف في الخارج في شهر رمضان الكريم حد بيروح واقفك يقول لك فطرت ولا لا، انا معايا ميه ومعايا اكل ومعايا سندوتشات ليه. عمر ما هتلاقي واحد وقعوا لسبب ما الا اذا كان كل الناس اتلموا عليهم علشان يساعدوا. عشان كده احنا شعب ذو طبيعه خاصه، وعشان كده احنا شعب مبارك. ودايما في كل كلامنا لازم نقرن ربنا. ربنا يسهل، ربنا يدبر، ربنا يهدي، ربنا يدير المعروف. دايما
على طول بنحط كلمة ربنا، حتى واحنا متضايقين ربنا على المفترق، ربنا على الظالم. مش هكمل بنقول ايه بعد كده. انما هذا الشعب عشان مؤمن بربنا، عشان مؤمن بقيادته السياسية، عشان هو عارف انه قد التحديات والحرب اللي الدولة بتمر بيها، عشان كده ربنا يحافظ على مصر. شكرا جزيلا.